لكل رابر في مصر. احذر فالصين بيرجع الى الخلف، ومش عايزين نقولها بس قربنا نقول شكلك شطبت يا عالمي. ليه كلنا بنجري على التراكات القديمه مهما الرابرز ينزلوا تراكات جديده حلوه؟ احنا حبينا الراب عشان مختلف، خرجنا من حقبه البوب ميوزك بتاعت بحبك وهجرتك، بقينا بنسمع مزيكا مختلفه شبه دوشه دماغنا على راي مولوتوف، وليركس عن اللي بنعيشه، وحتى الرومانتك فايب سمعناه منهم بشكل مختلف. فالبلاي ليست عندنا من سنه 2018 لسنه 2021 مليانه تراكات كانت حقيقيه ومصدقينها، لدرجه ان مهما اتعمل تراكات حلوه دلوقتي بنرجع نسمعهم هم واللي اواخرهم زي غابه مروان بابلو 2021، البوم بلامبي 2021 الليجاسي برضو، وابيو اخر تراك معلق مع الاغلبيه هو كان في صوره سنه 2022، وعفاريت الاسفلت الويجز برضو سنه 21، بس هو كان صايع الصراحه وعمل تراك اميره والبخت ولحق وعلق مع الناس اطول عشان في البيزك منه، ومروان موسى تراك الوميك سنه 2022، واللي خلى مارو يعلق معانا اكتر سيكا انه اخر نفسه في عمايل التراكات الكوميرشال، بس الراب نجح وتحول صناعه لنجوم اعلانات ومضوا مع شركات، فتحولت التراكات من عايزينها تبقى حقيقيه لعايزينها تجو فايرال. وبعد عز منافسه التراكات الحلوه اللي سخنت في 2018 وبعد ما ضمنوا الفان، ابتدوا يتجهوا ناحيه التراكات الكوميرشال اكتر، يتعمل عليها تيك توك وتنزل ستوريز انستغرام، او ندفع فلوس للبلوجرز ان هم يستخدموها في فيديوهاتهم. ده حلو وبينتشر، بس اخر اسبوع وبيخلص لما الترند يبقى قديم. البوب ميوزك اللي كلمتك عليها كان كل جمهورها بينادي بالتجديد وانهم زهقوا من تكرار المواضيع، وما تتحمقش قوي للرابر عشان اصلا اللي بقوله مش ضدهم، الطبيعي ان يبقى فيه جزء كوميرشال عشان اساسا يقدروا يبقوا مستمرين في السين. احنا بس بننبه ان الاهتمام بالسوق اكتر من الفن بيوقع، زي عمرو دياب مثلا، بعد ما الناس كانت بتستنى البوماته دلوقتي تلاقي كله بيقول انا بحب اسمع لعمرو القديم. طب الرابر مش هياخدوا بالهم اننا بقالنا سنين بنقول لهم كده؟ خلاص عرفنا ان الكل جامد وكله جانجستا ومش هعتمد اخصام، مش هيبقى فيه توبيك زي 21 ولساني 60؟ لا مفيش. طب بلاش توبيك، مش هيبقى فيه حصه راب نتعلم منها ونستمتع بيها زي عزرائيل؟ لا مفيش. طب ولا في حاجه تشجعنا في تراك حياتنا اللي بنجري فيه زي تراك جيب فلوس؟ لا مفيش. طب قبلين نرجع لللاف لافا والله خلاص، مفيش زي شهر 12 لمارو؟ لا مفيش. لو مش هيبقى فيه الناس هتمل، ولو الناس ملت يبقى نشرب قهوه ساده على روح السين.